بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس 24. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: والرؤية حق، أي رؤية الله سبحانه وتعالى عيانا بالأبصار في الدار الآخرة، في الدار الآخرة يرونه عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يتضامون في رؤيته، بل كل يراه وهو في مكانه، لا يتغامرون في مكان واحد لرؤيته سبحانه. وهذا كما في القرآن، قال تعالى: لهم ما يشاءون فيها، أي الجنة، ولدينا مزيد. وهذا المزيد جاء تفسيره بأنه رؤيتهم لله سبحانه وتعالى إكراما لهم، فكما أنهم آمنوا به في الدنيا ولم يروه بل شاهدوا مخلوقاته وآياته التي لا يقدر عليها إلا هو سبحانه وتعالى، واستدلوا بها على ربهم سبحانه وتعالى. قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، أفلا يدل هذا الكون على اللطيف الخبير؟ فهم آمنوا به في الدنيا اعتمادا على أمرين: على إخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعلى هذه المخلوقات الهائلة التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك آمنوا به وهم لم يروه، لأنهم لا يستطيعون رؤية الله في الدنيا، لا يستطيعون، لا أحد يستطيع في الدنيا أن يرى الله لضعف الأجسام والمدارك. ولهذا لما سأل موسى ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، لما سمع كلام الله اشتاق لرؤيته سبحانه، قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، لن تراني يعني في هذه الدنيا، لأن لن لنفي المستقبل، لن تراني لنفي المستقبل القريب، وهي لا تدل على النفي بالإطلاق، إنما تدل على النفي في حالة دون حالة. قال: لن تراني، يعني في هذه الدنيا، لأنك لا تطيق رؤيتي، ولكن انظر إلى الجبل، الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل الصلب اندك لما تجلى الله له، اندك وصار ترابا، فكيف بالإنسان الضعيف يرى الله سبحانه وتعالى؟ فهم آمنوا به وهم لم يروه، تصديقا لأخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام، واعتبارا بمخلوقاته سبحانه. هذه المخلوقات
أوجدت نفسها أم هم أوجدوها؟ ما أوجدوها ولا أوجدت نفسها، إذن لا بد أن لها موجدا وهو الله سبحانه وتعالى، لا بد أن هذه المخلوقات لها خالق ولها موجد. ولا أحد ادعى أنه أوجدها، ما أحد يستطيع يدعي أنه أوجد شيئا منها. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض لا يوقنون. فهم استدلوا بآياته ومخلوقاته عليه سبحانه وتعالى فآمنوا به وهم لم يروه. أما الكفار فلذلك رأوه في الآخرة، جازاهم الله أن أكرمهم برؤيته في الآخرة. أما الكفار لما لم يؤمنوا بربهم في هذه الدنيا حجبوا عن رؤيته يوم القيامة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. نسأل الله العافية. تواترت الأحاديث في إثبات الرؤية لله، أن المؤمنين يرونه عيانا بأبصارهم، كما صحت الأدلة وأخبار الرسل بذلك. نعم. والرؤية حق لأهل الجنة، لأهل الجنة خاصة، أما أهل النار فإنهم لا يرون الله في الآخرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قيل إنهم يرونه في العرصات في ساحات القيامة يرونه، ولكن لم يثبت أن الكفار يرون الله، لأنهم لم يؤمنوا به في الدنيا فحجبوا عن رؤيته والتلذذ برؤيته يوم القيامة. نعم. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. غير إحاطة، فأنت ترى الشيء ولا تحيط به بجوانبه وحجمه، ترى الشمس مثلا ولا تستطيع أن تحيط بها، ما تستطيع أن تحيط بالشمس وهي مخلوقة، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ فيرونه من غير إحاطة به سبحانه وتعالى. نعم. ولا كيفية. ولا كيفية، يعني كيف يرونه وكيف ذاته سبحانه، هذا لا يعلمه إلا الله. فنحن نؤمن برؤيته وأنها حق وهي خاصة بالمؤمنين، وأما كيف يرونه فالكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا كسائر صفاته، نؤمن بها ونثبتها ونعرف معناها، لكن لا نعلم كيفيتها. نعم. كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة وهي الحسن، ناظرة بالضاد، بالضاد ناظرة يعني نظرة بالحسن والجمال، إلى ربها ناظرة بالضاء المشالة، ناظرة بالضاء لا بالضاد، رؤية الأبصار. نعم. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. نعم. تفسير الرؤيا وسائر الصفات نؤمن بها على ما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير أن نعرف الكيفية. نعم. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم كما قال ومعناه على ما أراد. كل الأحاديث والآيات الواردة في أسماء الله وصفاته على هذا المنوال، نؤمن بها
ونتيقنها ونعرف معناها، أما الكيفية فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. لا ندخل في ذلك متأوذين بآرائنا ولا يعني الكيفية، الكيفية لا ندخل فيها بآرائنا ولن نعرفها ولن نحيط بها. نعم. لا ندخل في ذلك متأوذين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. نعم، بل نسلم هذا لله سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا الله. نعم. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ما سلم في دينه من الضلال إلا من سلم، يعني صدق لله ولرسوله فيما ورد من غير أن يدخل في البحث عن الكيفية. نعم. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. نعم، فالكيفية من المشتبه الذي لا يعلمه إلا الله، فنسلم ذلك لله سبحانه وتعالى. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات ومحكمات وأخر متشابهات، محكمات واضحة المعنى وتعرف كيفيتها، وأما المتشابهات فهذه نؤمن بها ولكن لا نعلم كيفيتها. نعم. قال الشارح الإمام ابن أبي العز رحمه الله: المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة. نعم، الجهمية ينكرون الرؤية، ينكرون الرؤية، وكذلك تلاميذهم المعتزلة ينكرون الرؤية اعتمادا على عقولهم ومداركهم، لأنهم يقدمون العقل على النقل. أما أهل السنة فبالعكس، يقدمون النقل على العقل. نعم. المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، ولذلك سموا بالجهمية نسبة إليه، والمعتزلة نسبة إلى إمامهم، نسبة إلى إمامهم أبو الهذيل العلاف تلميذ الحسن البصري، كان تلميذا للحسن البصري رحمه الله إمام التابعين، تتلمذ عليه. فلما سئل الحسن في جلسته عن مسألة، سئل الحسن عن مسألة فسرها أو أجاب عنها بمقتضى مذهب أهل السنة والجماعة، أما أبو الهذيل تلميذه فإنه لم يرضى بجواب شيخه الحسن فاعتزل مجلسه، اعتزل مجلسه، فسمي أتباعه بالمعتزلة لأن إمامهم اعتزل مجلس الحسن البصري رحمه الله. نعم. المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية. الخوارج كذلك على مذهب المعتزلة في هذا الأمر، فهم خوارج وهم أيضا معتزلة، جمعوا بين جريمتين، جريمة الاعتزال وجريمة الخروج، خرجوا على الخلفاء الراشدين، خرج أتباعهم من بعدهم على الولاة فسموا بالخوارج، لم يلتزموا السمع والطاعة وينقادوا لجماعة المسلمين فسموا بالخوارج. نعم. والإمامية. الإمامية هؤلاء من الشيعة، الإمامية هؤلاء من الشيعة الذين يعتقدون بأئمتهم ابتداء علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن جاء بعده من أهل السنة
فهم يعني يعطون لأئمتهم صلاحية فهم النصوص وعلم الكيفية وما أشبه ذلك مما لا يعلمه إلا الله، هؤلاء هم الإمامية. نعم. وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة، قول الجهمية والمعتزلة والإمامية باطل لأنه مخالف للكتاب والسنة ومردود بالكتاب والسنة. نعم. وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة، وقد قال بثبوت الرؤية رؤية الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين. نعم، أجمعوا على ذلك، أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، لهم ما يشاءون فيها أي الجنة ولدينا مزيد، وهذا المزيد هو رؤيتهم لله، وهذا أعظم من الجنة، رؤيتهم لله أعظم وأحب إليهم من الجنة وما فيها. نعم. وقد قال بثبوت للذين أحسنوا الحسنى يعني الجنة وزيادة، هذه الزيادة ما هي؟ رؤيتهم لله سبحانه وتعالى وهي أعظم من الجنة. نعم. وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. أي وإن كان عندهم شيء من علم الكلام إلا أنهم لما نحوا منحى أهل السنة والجماعة يعني صاروا أحسن من الذين أنكروا ذلك أو تأولوه. نعم. وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، مسألة الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم، هذه من أشرف مسائل الدين لأنها رؤية رب العالمين إكراما لمن رآه أو لمن يراه ويتمتع برؤيته وينعم برؤيته. نعم. وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون. نعم، طمع في رؤية الله يوم القيامة، الطمع في رؤية الله يوم القيامة أثبتها أهل السنة وشمروا إليها، يعني قصدوها وطلبوها واستشرفوا لها. نعم. وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون، كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم، يعني الكفار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ يعني يوم القيامة لمحجوبون، لا يرون ربهم، حرموا من رؤية الله عز وجل التي هي ألذ شيء وأعظم شيء، حرموا منها. نعم. وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة من النظرة وهي الحسن والبهاء، إلى ربها ناظرة، هذا عدي بإلى، عدي بإلى وهي الرؤية بالأبصار، ترى الله عيانا وتتلذذ برؤيته وتنعم برؤيته سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة بالضاد، إلى ربها ناظرة بالضاء، يعني تراه عيانا بتنعم وتلذذ وإجلال لله سبحانه وتعالى. نعم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة. ووجوه يومئذ باسرة، باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، وهي وجوه الكفار والمنافقين. نعم. وهي من أظهر الأدلة. وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، فتأويل
نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل. نعم. ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص. نعم، فهو يجد ما وجدوه من الخيبة والحرمان، حرمان من العلم النافع واتباع الآراء، تحكيم الآراء والنصوص والعقول على كلام الله وكلام رسوله. نعم. وهذا الذي أفسد الدنيا والدين. نعم، هذا التأويل هو الذي أفسد الدنيا وأفسد الدين أيضا. والواجب الإيمان بما جاء عن الله ورسوله على الوجه الصحيح اللائق بالله سبحانه وتعالى، لا ندخل بعقولنا في هذه الأمور الغيبية. نعم. وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل. نعم، فاليهود والنصارى حرفوا التوراة والإنجيل فضلوا وهلكوا، فكذلك هؤلاء الذين هم ينتسبون إلى الإسلام ودخلوا هذا المدخل صاروا مثل اليهود والنصارى. نعم، في هذا المجال. نعم. وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم. التوراة التي أنزلها الله على موسى، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام. نعم. وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم، وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم. حذرنا الله أن نسلك مثلهم، كما في سورة الفاتحة في آخرها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود وما أشباههم، ولا الضالين وهم النصارى وأشباههم. نعم. وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم. وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية. لا شك أن التأويل الفاسد أنه باطل ومضلل لأهله، فهو يجني على أهله من حيث لا يشعرون، يحرمهم من الفهم الصحيح، ويحرمهم من الإيمان والتسليم لله ولرسوله. نعم. وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية، فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ نعم، عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد ثالث الخلفاء الراشدين قتله الخوارج، قتله الخوارج بناء على مذهبهم الباطل. نعم. فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين. ما جرى في يوم الجمل، الجمل الذي كانت عليه عائشة، خرجت رضي الله عنها ونفر من الصحابة للإصلاح بين الفئتين المتنازعة، أهل الشام وأهل الشام وأهل الحجاز، خرجت لتصلح بينهم، فوقعت وقعة الجمل، سميت وقعة الجمل لأن عائشة كانت على الجمل. نعم. وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين. وصفين محل المعركة بين علي رضي الله عنه والخوارج، وأثخن بهم وقضى عليهم في بقعة صفين، نصره الله عليهم. نعم. ومقتل الحسين رضي الله عنه. الحسين بن علي سبط الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من قصته أنه كان في المدينة، فاستدعوه إلى العراق ليناصروه ولينضموا إليه، فخرج إليهم مع أن أخاه الحسن حذره والمؤمنون حذروه من الخروج، لكنه رضي الله عنه أحسن الظن
بهم فخرج إليهم فقاتلوه في الطريق وقتلوه. نعم. ومقتل الحسين ولا ناصروه، ما قتله الخوارج ولا ناصروه كما وعدوه بل تخلفوا عنه. نعم. ومقتل الحسين رضي الله عنه والحرة، الحرة وقعة الحرة، والحرة المراد بها حرة المدينة، حرة المدينة، لأن أهل المدينة لم يبايعوا ليزيد ابن معاوية، لم يبايعوا ليزيد ابن معاوية وهو الخليفة في وقته، هو الخليفة في وقته، فهذا خروج منهم على ولي أمر المسلمين، فقاتلهم يزيد في الحرة وقتل منهم مقتلة عظيمة ونكبة كبيرة بسبب خروجهم على يزيد بن معاوية. نعم. وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما عليه أنا وأصحابي. نعم. وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأد وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إلى ربها ناظرة. نعم. وتعديته بأداة إلى إلى ربها. نعم. الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن الله تعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. نعم. فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه، فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله: انظرونا نقتبس من نوركم. إن عدي النظر بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقول المنافقين لأهل السنة يوم القيامة: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قالوا: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. نعم. وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار كقوله: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. أي نعم. النظر إن عدي بنفسه فمعناه النظرة والجمال والبهاء. وجوه يومئذ ناظرة بالضاد، فيها نظرة، فيها بهاء، إلى ربها ناظرة، عدي بإلى معناه المعاينة بالأبصار. وإن عدي بفي وينظروا ماذا في السماوات والأرض فمعناه التفكر والاعتبار. نعم. وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر. انظروا إلى ثمره، الزرع يعني، إذا أثمر. فإلى عدي بإلى يعني انظروا بأبصاركم إلى ثمر الزرع وانتظامه وحسنه، فهو يدل على الخالق سبحانه وتعالى الذي أنبته وزرعه وغذاه. نعم. فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ نعم. وروى إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. نعم.
وروى ابن مردويه بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة، قال: من البهاء والحسن إلى ربها ناظرة، قال: في وجه الله عز وجل. إلى ربها أي إلى وجه الله، إلى وجه الله ناظرة بأبصارها. نعم. وعن الحسن قال: نظرت نظرت إلى ربها فنضرت بنوره. يعني هذه النظرة التي في وجوههم من أثر رؤيتهم لله عز وجل، من أثر رؤيتهم لله، زادتهم حسنا وجمالا. نعم. وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى وجه ربها عز وجل. إلى ربها، إذا عدي بإلى فمعناه النظر بالأبصار، إذا عدي بنفسه فمعناه البهجة والحسن. نعم. وإذا عدي بفي فمعناه التفكر. نعم. وقال عكرمة: وجوه يومئذ ناظرة، قال: من النعيم إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى ربها نظرا. ثم حكى عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. نعم. هذا ثابت عن السلف، ثابت أن إلى ربها ناظرة الرؤية بالأبصار. نعم. وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث. نعم، مجمعون على هذا. نعم. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. من أدلة رؤية الله، رؤية المؤمنين لله، قوله تعالى: لهم فيها ما يشاءون، يعني الجنة، ولدينا مزيد. ما هو هذا المزيد؟ هو رؤية الله، وهي أحسن من الجنة. نعم. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبري: قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهما: هو النظر إلى وجه الله عز وجل. نعم. وقال تعالى: المزيد هو النظر إلى وجه الله. نعم. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى يعني الجنة، وزيادة يعني النظر إلى وجه الله. نعم. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم، فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. نعم. كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا، ويريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه. يكشف الله الحجاب الذي بينه وبين الناس، فينظرون إلى الله عيانا بأبصارهم. نعم. هذا المزيد. نعم. فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. والحجاب هو النور، النور الذي احتجب الله به عن خلقه، فلا يستطيعون رؤيته من النور. والمؤمنون يكشف الله الحجاب، هذا الحجاب المانع، فيرون الله بأبصارهم إكراما لهم. نعم. ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخر معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. لدينا مزيد. نعم. وكذلك فسرها الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم. وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم، وروى ابن جرير عن جماعة منهم، روى ابن جرير عن جماعة منهم أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم. يعني هذا التفسير. نعم.
وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم. احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة، ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي، وقال الحاكم: حدثنا الأصم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ فقال الشافعي رحمه الله: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. نعم. وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: قال لن تراني، وبقوله: لا تدركه الأبصار، فالآيتان دليل عليهم. نعم. أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه: أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم عليه الصلاة والسلام وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال. إيه نعم، لو كانت الرؤية ممتنعة ولا تمكن ما سألها موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك. كيف يسأل موسى شيئا لا يجوز؟ نعم. الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه لم ينكر عليه سؤاله، ما قال إني لا أرى، بل قال لن تراني، ولن ليست للنفي المؤبد، لن للنفي غير المؤبد، لن تراني يعني في الدنيا. والدليل على ذلك أن الكفار لا يتمنون الموت في الدنيا، لكن في الآخرة إذا دخلوا النار يتمنون الموت، وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. فهم طلبوا من مالك خازن النار أن يدعو الله أن يقضي عليهم ويهلكهم حتى يستريحوا من عذاب النار، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. نعم. الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نعم، لأن قصة نوح كما ذكرها الله في القرآن أن نوح عليه السلام لما صنع السفينة وحمل فيها من كل زوجين اثنين كما أمره الله بذلك، قال نادى ابنه ما ركب في السفينة، ناداه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. بعد ذلك نوح عليه السلام سأل ربه، قال: يا ربي إنك وعدتني أن تنجي أهلي معي وإن ابني من أهلي، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، يعني ليس من أهلك الناجين، إنه عمل غير صالح، قراءة، والقراءة المعروفة عمل، إنه عمل غير صالح، يعني سؤالك هذا ما يصلح. نعم. الثالث أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى ولا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر. نعم. ويقول ابن مالك في الألفية، يقول: هو من يرى النفي ومن يرى النفي بلن مؤبدا فاردده وسواه فاعضدا. نعم. الثالث أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى ولا تجوز رؤيتي أو لست بالألفية، البيت هذا في الكافية الشافية التي أخذت منها الألفية. نعم. الثالث أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى ولا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي،
والفرق بين الجوابين ظاهر، ألا ترى أن من كان في كمه حجر وظنه رجل طعاما فقال أطعمني، فالجواب الصحيح إنه لا يؤكل، أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله. وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي، ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى يوضحه. ولذلك الجبل تدكدك، كيف موسى اللي هو لحم دم يبقى مع رؤية الله عز وجل؟ نعم. ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى يوضحه. الوجه الرابع هو قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف؟ وخر موسى صاعقا، خر موسى صاعقا مغشيا عليه من عظمة الله سبحانه وتعالى. نعم. الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن وقد علق به الرؤية، ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء. نعم. السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ نعم. ولكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. نعم. السابع أن الله كلم موسى عليه السلام وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز. نعم. ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمعوا بينهما، يعني المعتزلة جمعوا، أنكروا كلام الله وقالوا أنه مخلوق، وأنكروا رؤية الله بالأبصار. نعم. وأما دعواهم تأبيد النفي بلن، وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، مع قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فدل على أن لن ليست للنفي المؤبد. نعم. ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك، قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. نعم. قال الشيخ جمال الدين ابن مالك رحمه الله ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، في الكافية الشافية التي منها الألفية، أخذت منها الألفية. نعم. وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف. نعم. نبقى على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من قال بإنكار الرؤية فهل يحكم عليه بالكفر؟ لا، إذا كان متأولا يضلل ضلال ولا يحكم عليه بالكفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أدخل النار من أهل الإيمان ثم أخرج منها بعد التطهير فهل يرى الله عز وجل؟ نعم، أهل الجنة يرون الله ويزورونه كما في الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما موقف أهل السنة والجماعة فيما وقع بين الصحابة الكرام من معاوية وعلي بن أبي طالب والحسين ويزيد رضي الله عنهم أجمعين؟ لا يدخلون فيما شجر بين الصحابة بل يكفون عن ذلك،
ويقولون إنهم مجتهدون، فمنهم مجتهد مصيب وله أجران، ومنهم مجتهد مخطئ وله أجر واحد، يعتذرون عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قلنا بأن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، فكيف يجمع بين ما ذكره أهل السنة من أنه يمكن رؤيته في المنام سبحانه وتعالى؟ في المنام المقصود رؤيته يقظة في الدنيا، أما في المنام يمكن، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، والإمام أحمد رآه في المنام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك تمايز وتفاضل بين أهل الجنة في رؤية الله عز وجل؟ نعم. هل هناك تمايز وتفاضل بين أهل الجنة في رؤية الله عز وجل؟ وهل الرؤية متكررة؟ ليس بينهم تمايز في رؤية الله، كلهم يرونه، كل أهل الجنة يرونه سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف رحمه الله فقال: وأهل الكلام المنسوبون إلى أهل السنة والجماعة، هل يقصد بذلك الحنفية أم غيرهم؟ المنسوبون من أهل السنة والجماعة من عنده شيء من هذه الأمور، لكنها يسيرة وخفيفة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المحيط هل هو اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى؟ ما جاء أنه اسم من أسماء الله، الله من ورائهم محيط، محيط بهم سبحانه وتعالى بعلمه وبقدرته وب... نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما القاعدة لإثبات أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته؟ هذا من ورائهم محيط، هذا من باب الإخبار لا من باب التسمية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما القاعدة في إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، نظرا يقول إلى أنها غير محصورة؟ نعم، أسماء الله غير محصورة، منها ما ذكره لنا ومنها ما لم يذكره، استأثر بعلمه. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل قولنا الله سبحانه وتعالى موجود هو من باب الإخبار عن الله، أو أنه يعد صفة من صفاته سبحانه؟ ما يوصف الله بأنه موجود، كل الحصات موجودة والجبل موجود، كلمة موجود ما هي من أسماء الله ولا من صفات الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لتفخيم شناعة الشرك الأصغر عند العوام وتعظيمه أن نقول لهم إن الذي يحلف بغير الله عز وجل هو أشد عند الله من قتل النفس ومن الزنا؟ لا تقل هذا، لا تقل هذا، ليس هذا أشد من الزنا ومن قتل النفس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: الجهمية والمعتزلة هل يقال بأنهم على الإطلاق كفار؟ لا، ما يقال أنهم كفار، يقال ظلال وليسوا كفارا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا السائل يقول: ما المقصود بالتأويل الفاسد والتأويل الصحيح؟ متى يكون هذا ومتى يكون هذا؟ نعم. ما المقصود بالتأويل الفاسد والتأويل الصحيح؟ متى يكون هذا ومتى يكون هذا؟ على السؤال اللي قبل هذا، الجهمية فيه من كفره، يقول الإمام ابن القيم في النونية: ولقد تقلد كفرهم 70 في 10 من العلماء في البلدان. بعض العلماء كفروهم الجهمية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما المقصود بالتأويل الفاسد والتأويل الصحيح؟ متى يكون هذا ومتى يكون هذا؟ التأويل الصحيح بمعنى التفسير، والتفسير
سمى تأويلا، هذا هو التأويل الصحيح. وأما التأويل الفاسد فهو المخالف للأدلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم تعلم علم المنطق؟ لا يجوز تعلم علم المنطق، تعلم علم الكتاب والسنة، وش تبي بالمنطق؟ نعم. فضيلة الشيخ علم المنطق ظل به كثير من الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المبتدعة هل يرون الله عز وجل يوم القيامة أم هم من المحجوبين؟ اللي بدعته تكفره لا يرى الله، وأما الذي بدعته لا تكفره فقد يرى، لأنه مسلم، المسلمون يرون ربهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندنا دكاترة يدرسوننا، يقول في الجامعة، يعتقدون بأن صفتي السمع والبصر هما صفتان فعليتان لله عز وجل، يقول: ما القول الصحيح في ذلك؟ صفتان ذاتيتان، صفتان ذاتيتان، نعم، ليست فعليتان، لكن إذا قلت يسمع ويبصر صار فعلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول بأن قوله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هناك من يقول بأن قوله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أن من هنا للتبعيض. لا، هذا كذاب، من بيانية وليست للتبعيض. فالسابقون الأولون كلهم سوا في الكرامة والمكانة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الآية التي في سورة المائدة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يقول: هناك من يفسر النور بأنه محمد صلى الله عليه وسلم وأنه مخلوق من نور، فما هو التفسير الصحيح وهل هذا صحيح؟ هذا كلام باطل، الرسول لم يخلق من نور، مخلوق من أب وأم مثل سائر البشر، من أب وأم، ما هو من نور، هذا من الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم دعاء الصفة؟ كأن أقول يا رحمة الله أو لا، ما يجوز هذا، تقول يا أرحم الراحمين ارحمني، يا رحمن ارحمني، نعم، فتدعوه بصفته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: التحذير من شخص لغرض صحيح هل يدخل في باب الغيبة والنميمة؟ باب النصيحة، هذا تحذير من شخص ضال، هذا من باب النصيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أخشع في الصلاة إذا أغمضت عيني، فهل يجوز لي أن أصلي وعيوني مغمضة؟ لا، مكروه، يكره تغميض عينيه، لأن هذا من صفة المجوس الذين يعبدون النار، يغمضون أعينهم عنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من اعتاد الحلف بغير الله عز وجل كأن يحلف بالنبي ويقول أنا لا أقصد هذا، يقول هل ينكر عليه؟ إيه نعم، ينكر عليه من كان حالفا، حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أراد من عبادة الدنيا لوحدها كمن يجاهد في سبيل الله وقصده إرادة الغنائم فقط، هل يعد فعله هذا من الشرك؟ يعد فعله من الباطل، يعد من الباطل، إن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا رأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له افعل كذا أو لا تفعل كذا، فهل يعمل بهذه الأمور؟ لا، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل تحليل ولا تحريم ولا أمر ولا نهي، تكامل الدين قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا سهى المأموم فهل يسجد للسهو لوحده؟ إذا كان يتابع للإمام فهذا يتحمله الإمام عنه، إلا إذا سهى في من فرد به عن الإمام، كان عليه يعني كان عليه من الصلاة بقية وقام بعد الإمام يكمل صلاته وحصل عليه سهو، فإنه يسجد للسهو ولا يتحمله الإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: طلب الحكمة والعلة في كل أمر أمر الله به عز وجل، هل هذا من منهج أهل السنة والجماعة؟ لا، نعم، من منهج أهل السنة والجماعة ما ظهر لنا الحكمة فيه، فإننا نقول به، وما لم يظهر نقول الله أعلم، الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم مجالسة الفساق إذا كانوا لا يعملون بهذا الفسق أثناء جلوسه معهم؟ ما يجوز مجالسة الفساق ولو كانوا يتجنبون الفسق وقت الجلوس، تتأثر بهم وتألفهم، ابتعد عنهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: الشعور بالضيق عند علم الإنسان بأن الجنين الذي في بطن زوجته هو أنثى، إذا شعر بهذا الضيق، يقول: الشعور بالضيق عند علم الإنسان بأن هذا الجنين الذي في بطن زوجته أنثى، يقول: هذا الشعور بالضيق هل يخالف الشرع؟ أي نعم، ما يكره الأنثى، قد تكون الأنثى خيرا من الرجل، قد تكون كم من أنثى هي خير من الرجال. مش رأيك في مريم عليه السلام وعائشة وخديجة؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ورد في الأثر أن الرجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا التقيا ثم أراد الافتراق يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر. أين؟ يقول: هل هذا الأمر يقال بأنه سنة فيشرع لكل اثنين هكذا؟ أين؟ من فعله فقد أحسن، من فعله فقد أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز ذهاب المسلم إلى المطاعم المختلطة ليأكل فيها والتي فيها الرجال والنساء على سواء؟ لا، اللي فيها اختلاط لا تذهب إليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما الذي يلزم من رأى أوراقا ملقاة تحتوي على اسم الله عز وجل، هل يلزم أن يرفعها وهل يتتبع جميع الأوراق الساقطة لينظر فيها؟ لا، ما يتتبع، لكن إذا رأى ورقة ساقطة فيها آية أو فيها حديث أو فيها اسم من أسماء الله يرفعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ورد أن شارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما؟ ما أدري. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من يتابع الدروس العلمية عن طريق الانترنت ولا يحضر إلى المسجد، هل يعتبر كمن ذهب إلى المسجد وحضر هذه الدروس في الأجر؟ لا، يذهب إلى المسجد ويجلس في المسجد، تلقى الدروس في المسجد أفضل من اللي يعتمد على النقل، والنقل أيضا قد يدخله شيء من الخلل ومن، لكن كونه يحضر ويسمع وينظر هذا أحسن بكثير. نعم.
فضيلة الشيخ مع فضيلة الجلوس في المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان الزوج قد دخل في قلبه الريب والشك من عم أو خال لزوجته، هل يجوز له أن يمنعها من عمها وخالها؟ إذا كان ترجح لديه هذا الشيء يمنعها، أما مجرد وسواس أو مجرد هاجس لا يلتفت إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم حلق الرجل لشعر صدره أو ظهره أو ساقيه؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، خصوصا إذا كان يتأذى به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل هناك تعارض بين مذاكرة دروس أهل العلم وحفظ القرآن الكريم خصوصا للطالب المبتدئ؟ ما يتعارض بين حفظ القرآن وحضور الدروس، يجعل لهذا وقتا ولهذا وقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بعض كبار السن إذا أراد أن يقرأ من المصحف وأراد فتح الصفحة فإنه يأخذ من ريقه قليلا ويفتح، يقول: هل ينكر عليه هذا الأمر؟ لا، لا ما ينكر عليه، ريقه طاهر. نعم. وهذا لحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز أن نلعن من قتل الحسين رضي الله عنه وأن نخصه بالذكر؟ وش تبي بهذا؟ اترك هذا، أمور راحت وانتهت ولا تتابعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: إذا كان النمل مؤذيا لي فهل يجوز لي أن أحرقه بالنار؟ إذا لم يندفع إلا بالتحريق نعم يجوز، أما إذا كان يندفع بغير التحريق فلا يجوز لك التحريق، لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن ينظر في كتب أهل الكتاب كالإنجيل والتوراة؟ مش الداعي لهذا، لا ينظر فيها إلا لغرض صحيح، يتثبت من شيء أو يريد أن يبين، لا لا بأس، أما مجرد الاطلاع، القرآن هو كتاب الله الذي أغنى الله به المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صليت في البيت وصلى معي رجل آخر، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى مع عمر أوراقا من التوراة فأنكر عليه وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا صليت في البيت وصلى معي رجل آخر فهل نعتبر جماعة ونأخذ أجر الجماعة المنصوص عليه؟ إيه؟ إذا صليت في البيت وصلى معي رجل آخر، ليش تصلي في البيت؟ صل في المسجد، لكن لا فاتك الصلاة، إذا فاتت الصلاة صلوا في البيت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: تقبيل الميت هل له أصل في الشرع؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، يقبل الميت. نعم. انتهى وفقك الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.